غريبة شوية الموضوع تعال مش نحكي فيه توا. في أريانا تقريبا وتلبارح اللي شفنا أنه أجنبي اللي في بلدنا ممكن ما نعرفش في أي حالة توا من بعد شوية ناخذوا أكثر معطيات، ولكن مشى حاول يفتك سيارة الأولى ثم مشى يفتك سيارة أخرى ودخل بها في الكراب ودخل في دورية أمنية وبعد يطيشها ويرجع لروحه للأريانا. شو الحكاية؟ شو اللي صار مع زدين فتحلي الكاتب العام الجهوي لنقابات قوات الأمن التونسي بأريانا؟ مرحبا بك سعد زدين. صباح الخيرات كيف مستمعي إذاعة شمس الشيخ، صباح النور خونا. شكرا على التواصل. وال حكاية ظهر لي عنده تلبارح، الحكاية عن الموضوع وتلبارح صار وين صار بالضبط؟ شنو اللي صار على طريقة ممكن هوليودية ولا اللي يلعبوا في الجي تي اي هذيك؟ الحكاية كيف سمعناها غريبة شوية. باهي دايما قبل المداخلة على الموضوع هذا باش ما يصيرش لبس، نتفق جميعا أننا رانا مع احترامنا الكامل مبادئ حقوق الإنسان، وتونس جزء من أفريقيا، لكن من باب المسؤوليه والسياده الوطنيه كلنا سواسي امام القانون وبدون عنصريه. تونس راي اول دوله الغت الرق والعبوديه في افريقيا ونحن ملتزمين بهذه المكتسبات. معناها توا على الموضوع هذا لا عنصريه لا حد شيء، رانا كلنا احنا كلنا اجنبي من غير ما نعطيه ولا جنسيته ولا هو مهاجر اجنبي في تونس. يعطيك الصحه به. وبه الموضوع هذا صار عنده يومين، في عنا كثرة سرقات في جهة حي الغزالة، سرقات بتاع سيارات، عملنا كمان وباش نعرفوا شكون قاعد يقوم بها السرقات هذه. جتنا معلومة من الأول على أساس ثم سيارة باش تسرق، توجه الوحدات السيد صاحب الفعلة ليه بالفرار المرة الأولى كي جاي يحل في الكهرباء، بعد كي تصدق الوحدات ليه بالفرار بحكم المنطقة مثالي من جهة حي الغزالة ثم منطقة جبلية وهرب، حتى الوسائل بتاع التدخل بتاعنا مش نجمش تدخل الجبل. لكن في المرة الثانية سرقت من بعدها هي سرقت سيارة شو في نفس النهار في نفس الليلة سرقت سيارة سرقت بالكاميرا ومش سرقة من داخل سيارة تهزها جملة. بقينا نحبوا نعرفوا شكون المقترف بتاعنا، المقترف بتاع العملية دي. كالعادة ندرج السيارة دي في التفتيش لجميع الوحدات الأمنية بالجمهورية التونسية. تجينا بلاغ من غدوة من الصباح في جهة باب سعدون، تم السيارة بنفس المواصفات ونفس الرقم المنجمي، حب الدورية الأمنية توقفها إلا أنه هو ما حبش يقف، عمل حوادث مرور، ضرب زوج سيارات أجرة ودخل في المادة، تسبب أضرار كبيرة للسيارة ذي، كحاول يشدوه المواطنين خلى السيارة وهرب. رجعنا الكاميرات المراقبة، عرفنا السيد شكون اللي هو هذا المقترف العملية اللي هو السيد ما كنشوفه تصويره ماهوش تونسي الجنسية بواضح. رجعنا نحن للحي بتاعه باش نشوفه شكون يعرفه، توصلنا المعلومات تحريات عملناها اللي هو السيد ساكن في دار كارهة. مشينا لصاحب المنزل هذايا، اتضح اللي هو ساكن عنده 5 شهور وما عندهش وثائق، وحتى السيد الكاريرو غير عالم عليه ولا عنده عليه حتى الهوية بتاعه، حتى الاسم اللي عطيه له اسمه هوش صحيح. معناه حتى باب المسؤولية نحن كتوانسة كي باش نقوا أي شخص أجنبي راهو المشرع التونسي والقانون كله راهو نعلم عليه السلطات الأمنية باش نعرفوا بيه، راهو ماهوش ممنوع إما نعلم يقتصر المجر الدور وكيف الأعلام. تباشرت القضايا اللي تعهد المركز الأمن الوطني بحي الغزالة بالموضوع وعملنا له كمين حكم كي عرفنا عاد الهوية كاملة بتاعه والرقم النداء بتاعه. عملنا كمين حكم بفرقة مركز الأمن الوطني بحي الغزالة ومع وحدات إدارة شرطة النجدة، لقينا عليه القبض في الحومة هذيك هي بيتها غاديك، ووصلت لبحث معاه. عملنا تم بالتنسيق مع النيابة العمومية زوز محاضر عدلية بالنسبة لي، هو محضر من أجل محاولة سرقة سيارة في مرحلة أولى ومحضر سرقة سيارة والفرار والتسبب بذلك في حوادث مرور في جهة أمنية أخرى. وبالنسبة لصاحب المنزل
تم استماعه من اجل ايواء شخص اجنبي دون اعلام السلطات الامنيه، أيه. واتخذت النيابه العموميه قرار بايقاف الشخصين هذوما. حتى صاحب المنزل زاد تم ايقافه؟ اكيد حتى صاحب المنزل، اي خاطر بالنسبه لصاحب المنزل راهو ينجم بطريقه سلبيه مشارك في الجريمه. كان من الاول تصور صار حادث اخر ولا اكثر من هكا، حادث قاتل ولا حادث، تصور هيك واحد ساكن عندي خمس شهور ما تعرفش هويته وما تعرف حتى شيء، لا عقد كيراء لا حتى شيء. وهذا موجود برشا للأسف الشديد، هنا قاعدين نراوه راو هذايا في تونس الكل. فشنو اللي لازم يصير؟ معناها لازم يعلم باش الناس تعرف توا فيش قاعد يستنى فيها، اللي تكري الناس ما تعرفهش، وهذايا قاعدين نراو فيه كل يوم، وانه حتى الكراب الليله هذايا ندخلوا على مواقع التواصل الاجتماعي، الشقاق المفروشه في تونس اليوم اندستري كبيره، هم قاعدين الناس كل تخدم. ما يظهر لي المراقبه ما نجموش، المراقبه تستحيل المراقبه على الشقق المفروش هذه الكل، كيف ما زاد ما تستحيلش مع قوتنا الامنيه، ما تستحيلش. لا لا ما نجموش نجيو الى كل الشقق المفروشه ونعملوا فيها وكل يوم نعملوا لها كنترول، هذه تستحيل. ممكن اذا ما صارتش مشاكل، اما لا قدر الله تصير مشكله، راهو مول الدار اللي ما يعلمش لشكون كاري راهو مش تجيه مشكله. أكيد في أيمن حبيت نعقب على الكلمة بتاعك، كنت تدخلت في مرات سابقة معاكم في على الراديو بتاعكم على ولا في قناة إذاعات أخرى وطلقنا صيحة فزع بالنسبة لموضوع بالذات تاع الجالية الإفريقية في تونس، رانا منش ضدهم ورانا بالعكس رانا في حماية لهم هما. إيما رانا كي أطلقنا صيحة فزعة أراو دي ترشنير الوضع الاقتصادي الخايف، أراو باش يندمجوا في مسالك الإجرام. حتى البارح نحن في الليل في موضوع في سرقات أخرى في جهة دار فنزار في سكرة، بحكم العامل الاقتصادي والوضعية اللي خايبة، مهاجر زاد إفريقي اتضح حتى تخلل تونس بطرق غير قانونية، ما هوش عنده حتى في الباسبور بتاعه موش مختوم، تخلل بطريقة غير قانونية عمل قطر شقيق بحذانا يلقوه في الدار. المشكلة بتاعهم حاشتهم هما بالربح السريع للفلوس للهجرة لإيطاليا، معناها دخلنا في كونفلي في عديد المرات راهي مواجهات مع السكان، مع السكان التوانسة ما طالبين شيء، طالبين القانون. الناس الكل عندها هويات، كي التونسي كي الأجنبي بطاقة هوية ونعرفوه شكون ونعرفوا تحركاته، هو ما طالبين شيء، هو هذا القانون التونسي بباب المساواة بالضبط، ورانا معاهم ورانا ندعمهم. واضح. نشكرك برشا على تواصلك معنا، على توضيح ممكن الملابسات نتاع العمليه الاجراميه اللي صارت نهارين التالي في اريانا. استاذ الدين فتح لي كاتب العام الجهوي لنقابات قوات الامن التونسي باريانا، شكرا جزيلا على تواصلك معنا. فقط راهو هذايا راهو مش مسؤوليه كان المنظمات الدوليه في بلادنا، معناها ماهيش مسؤوليه زاده المجتمع المدني اللي في تونس، راهي هذه مسؤوليه الدوله ولازم يكون عندها مشروع. كما احنا نحكيو على مهاجرين الغير نظاميين ولا المهاجرين اللي في بلدان في شمال المتوسط، راهو زاد كيف كيف لازمنا احنا نعطيو المثل ونحترموا حقوق الانسان ونعرفوا نتعاملوا معهم، ولازم يكون للدوله مشروع في التعامل مع الظاهره هذه.